عليكم ورحمة الله باحثين الأعزاء، نكمل وياكم الجزء الثاني من الموضوعنا اللي هو السيميليشن فلو اوف اوبن شانل وذ هيدروليك ستراكشر. وصلنا احنا بنهاية المقطع السابق الى انه اكملنا يعني الجيومتري والميشنج والست اب، حكينا وتكلمنا على جميع التفاصيل، وابلغتكم انه ان شاء الله راح يكون عندنا حلقات قصيرة لكل تفصيلة بالبرنامج، ولكن هاي الاجزاء اللي نشتغل عليها هي عبارة عن الخطوات اللي تم استخدامها لمحاكاة الاوبن شانل. يعني راح نعطيكم اللي نقول الخلاصة والامور المهمة جدا انه راح تغيروها في الباراميترز اللي بخطوات البرنامج حتى يكون عندكم الحل الصحيح. فنكمل وياكم ان شاء الله بالسوليوشن. السوليوشن عندنا انتبه هنا عندي، اول ما نبدي عندك يحدد لك الميثود. الميثود بصورة عامة احنا عندنا اربع طرق اللي هو سمبل سيملك وعندنا البايزو والكفرد. بصورة عامة السمبل والسيملك يعني هاي تشتغل الطريقتين بالامور اللي تكون بسيطة يعني بالستدي فلو واللي يكون باللامينار، يعني بهاي الامور اللي نقول جرائات البسيطة الكيسز البسيطة. لكن لما يكون عندك تيربلنس عالي يعني ستدي وان ستدي وترانزيشن وغيره يعني راح يقول نصعد انه بالخطوات. فعندنا يبقى ايش عندنا؟ يبقى عندنا البايسو والكبلت. هذا طبعا صورة مختصرة، ان شاء الله راح يكون عندنا مقطع خاص بس بهاي التفاصيل. احنا عندنا البايسو والكبلت. هذا بالطريقة ما استخدمت البايسو، هسه يجي واحد يقول ليش استخدمت هذا البايسو بالسكيم مالت يعني بالحل العددي، لان هذا احنا سوليوشن نشتغل على اساس الفاينت فوليوم، طريقه من الفاينت فوليوم. اللي دارس كورس الفاينت فوليوم راح يفهم شنو البايسو، راح يفهم شنو الكبل. البايسو هو عباره عن يشتغل هذا بالامور اللي تكون عندي ترانزيشن ما عندي مشكله بيها، يعني انه يكون عندي من الستدي انه بترجع ستدي ما عندي اشكال. هاي وحده. الشغله الثانيه هو اصلا يتوافق جدا مع الاوبن شانل فلو عن الطرق للحساب. ثالثا انه البايسو يشتغل ويا عندنا كومبرسبل فلويد وعندنا انكومبرسبل فلويد. دائما احنا الكومبرسبل فلويد فقط في السوائل اللي هو بالانابيب بالجريانات، فانا عندي هنا اوبن شانل فالجريان يكون انكومبرسبل فلويد، تمام؟ فهاي تكون مهمه. اذا الكابلد ما استخدمه الا بالحالات المعقده جدا. اذا انا البايسو كلش تمام عندي، ما عندي اي مشكله بيه. بالاضافه الى انه هنا احنا بالطرق ايضا الجريدينت مالتي استخدم اني النود. النود هو يكون ادق شيء بالحسابات. انا جريت تجارب على اكثر من يعني اذن الطرق ثلاثه، اللاست سكوير سيربس هذا فشي جدا يعني خلينا نقول بسيط، فراح يصير عندك الران انه تكون تاخذ مده اطول، فالنود راح يكون اختصار راح يعطيك دقه عاليه. الضغط هذا بريستون استخدمه دائما. شكوا عندنا هنا بالمتغيرات اللي هو بالمومنتم تيربلنس كاينتيك انرجي سبيسيفيك ديسبيشن ريت، دائما نسوي سكند اوردر. يعني اذا كان عندي فيرست اوردر لازم احوله الى سكند اوردر. طبعا اكو كويك ثيرد سكند اوردر كلش كافي عندي. وكمقارنه يعني احنا دائما اذا يعني اكيد تذكرون الطرق العدديه، دائما لما كنا نحل الطرق العدديه المعادلات فنبدي منين؟ من تايلر، بعدين نروح الى اويلر، بعدين نروح الى رانج كود سكند اوردر، رانج كود ثيرد اوردر، والى ما لا نهايه. فانا ليش نروح ذني على مود الدقه؟ لكن انا سكند اوردر بالنسبه لاوبن شانل كلش تمام عندي، تمام. فهاي الفقره يعني. اما الترانزيشن فورمولا فلا، نبقي هنا فيرست اوردر فايضا يكون عندي تمام ما عندي اي مشاكل، ورا ما عندنا اي مشكله بالنسبه بالميثود اللي بالنسبه للسوليوشن. نيجي ورا نعبر المن عندنا المونيتر. المونيتر ايش عندنا هنا؟ الريسيجوال. الريسيجوال شنو المهم به؟ اللي هي مال الدقه اللي نحددها. انا هنا واحد بالالف نحددها اللي هي كم معادله عندي؟ ست معادلات اللي هي مال ايش؟ كونتينيوتي والفيلوسيتي تجاه الاكس، اكس فيلوسيتي
واي فيلوسيتي زد فيلوسيتي. هذا الرسج راح يعرض لك هذه المتغيرات السته. عندنا الكي والاوميجا. الكي هو الكيناتيك انرجي والاوميجا هو التيربلنس اللي تكون مال الفورتكس يعني. وعندنا الفوليوم اللي هو اوف فراكشن ووتر اللي هو هذا الفوليوم فراكشن اللي هو الحد الفاصل ما بين تو فيزز اللي هو الهواء والمي. قلنا ذا قيمته واحد هو مي، قيمته صفر هواء، ومن صفر الى واحد اللي هو البتوين. هاي وين يكون؟ عند الخط الفاصل بالفري سيرفيس فلو. بالفري سيرفيس فلو يعني هو راح يكون عندي هذا اللي بي تغاير واضح الى ان يستقر، يكون بصيغه رفيعه جدا. اذا انا وصلت الى الحل النهائي. هذا اللي مهم عندي. وراها عندي الايتريشنز. هنا أنا همين الايتريشنز ايضا هنا أنا مهمه انه انا بدي اسوي انيشلايز. الانيشلايز من اسوي من ابدي، فاحدد اقول يابا انا اريد الجريان من الالت، فاحدد من الالت. حددت الالت والنوب راح اقول له انيشلايز، منها راح اقول له ابدي سوي لي انيشلايز راح يبدي الحل. انا قبل ما اعبر لازم اقول له الحل من يبدي. تعرفون انتوا احنا عندنا عده بالعدديه، ممكن نحسب الحل يكون من الالت، ممكن من الاوتلت، ممكن من يا فيسز نحدد، من يا سرعه، يعني من هالمتغيرات البوندري. فانا دائما هنا اشغل له اقول له من اوبن شانل انيشلايز، راسا اقول له ابدي لي من الالت، ابدي الحل مالتي واقول له انيشلايز. يوم عبرت هاي الخطوة أروح على الخطوة الأخيرة اللي هي الكالكوليشن. الكالكوليشن إيش أدي؟ عندي أهم شيء هاي القيمة. القيمة اللي هي ما الأوتو سيل. أوتو سيل طبعاً من الأمور جداً 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 مهمة. ليش مهمة؟ لأن يعني أنا سابقاً خطأت بيها. خطأت بيها شنو تسوي؟ كنت إيش أقول؟ أقول أنا هاي القيمة لها علاقة بالدقة، لكن هذا حشي مو صحيح. يعني شلون؟ يعني أنا مثلاً الجرائم بالبداية يكون التغير مالتي عالي عالي جداً، مثلاً أحتاج الأوتو سيف يكون مثلاً لكل 10 مثلاً أو لكل 5 تايم ستيب، أوكي لكل 5 لكل 10. وراح أوصل مرحلة إنه يبدأ التغير جداً بسيط. شو سويت؟ وصلت إلى مرحلة 250 تايم ستيب. زين أساح يجي واحد يقول لا أنا بالنسبة لي أريد إنه يحفظ لكل وان تايم ستيب. أقول له أوكي، إذا عندك ذاكرة تتحمل بالحاسبة ما عندك أي مشكلة. ليش؟ لأن أنا عندي بوقتها اشتغلت يعني 3 إلى 4 تحليل سويته بالبرنامج، فكان عندي وصل إلى أكثر من 500 جيجا حفظ. فهاي تبغولها جدا مهمة، إنه أنا الذاكرة جدا مهمة. وبالبداية أنت ما تحتاج، يعني مثلا أنا بالدراستي احتاجيت يعني وصلت بحدود إلى أكثر من 60 تحليل. التحليل الواحد كان ياخذ 3 إلى 5 أيام. فأنت ذاكرة إذا كل 3 إلى 4 تحليل يحتاج ل 500 جيجا، إذا ايش قد حجم راح تحتاج؟ فأنت هاي المشكلة. وأنت الذاكرة ايش قد تريد تسوي مثلا؟ 2 تيرا 3 تيرا، ايش قد تريد تسوي الحاسبة؟ فهاي جدا مهمة ننتبه لها. إذا هذا الأوتو سيف هو هذا شو يسوي؟ أول شو يسوي بداية الايتريشنز، يعني مثلا أسوي الحفظ لكل 10 وأمشي ايتريشنز فد 50، النوبة أسوي المن لكل 50 وأمشي في 250، والنوبة أسوي ايش قد مثلا لكل 250 وأقوم أمشي على 1000 1000 وهكذا. هذا الصحيح اللي راح يكون يعطيك الران، خصوصا احنا ما نحتاج النتائج اللي تكون داخليه، احتاج بس التغيير بالبدايه. لكن التغيير الغير واضح اللي يكون بعدين انا ما احتاجه، خاصه التغيير ضئيل جدا. اوكي، فالافضل هذا يتقسم، هذا الرقم يبدي بالبدايه. خلينا نقول مثلا حطيت هنا الرقم 10، اوكي اروح للران، هذا الران امشي هنا مثلا مو 1000، امشي خلينا نقول هنا هناك 10، امشي هنا 50، تمام. اكتب هنا 50 وهناك اكتب هنا 10، اوكي. هنا 50 هناك 10 وامشي. بعدين شو اسوي؟ هنا اكتب مثلا نقول 250،
هناك قد امشي هناك امشي 50 بعدين مثلا هذا اكتبه 250 بران اللي هو مال نمبر اوف تايم ستيب اسوي مثلا نمبر فد 1000 وهكذا وابقى استمر لحد ما الى نهايه لحد ما لا نهايه بمعنى شنو انه راح يخلص النتيجه مالتي انتبهوا يا زين احنا صار قيمه فهمناها مقارنه ويا نمبر اوف تايم النمبر اوف تايم ستيب عندنا هنا الرانك كالكوليشن الرانك كالكوليشن اول شغله اسويها اللي هو تشيكينز اول شغله قبل ما ابدا ران تشيكينز اذا عندك مشكله بالبوندر عندك مشكله بطريقه الحل عندك مشكله بالميشنج وين ما عندك مشكله البرنامج هنا راسا يحدد لك اياها بس تقول له تشيك كيس تحدد الحاله اللي عندك راسا يقول لك بروبلم عندك بفلان مكان تمام هاي ضروريه بما انه انا فيكست هنا ما عندي في شيء متغير لان الترانزيشن الجريان مالتي مو انستدي بحت يعني ما عندي توقيتات للجريان انه دي يصير عندي مثلا فلات دي يصير عندي لاترال فلو سينج سورس لاي شيء كان عندي يعني فهاي هاي الشغله الشغله الثانيه التايم ستيب التايم ستيب طبعا بيها معادله التايم ستيب احنا عندنا التايم ستيب التايم ستيب دلتا تي بيها معادله هاي تبدي تحسبها بعد تعتمد على اليمين على التايم مال الفلو وعلى اليمين على دلتا اكس اوكي دلتا اكس هاي ضروريه يعني الفلوس شو تساوي لنا مسافة على الزمن دلتا اكس على دلتا تي اذا اريد دلتا تي اقسم دلتا اكس على اليمين على الفيلوسيتي اللي عندي دخلت زي دلتا اكس من اجيبها دلتا اكس اللي هي المينيمم اللي الميش اللي عندي بالميشنج هناك راح يصير اول ما تسوي تشيك راح يعطيك المينيمم هسه هنا شو راح ارجع المينيمم هنا ترجع للجنرال هنا راح تسوي تشيك مش راح يعطيك مينيمم فوليوم راح يعطي باشتكم هنا مينيمم فوليوم مينيمم فوليوم شو تسوي داخل الجذر التكعيبي راح تطلع مينيمم لينث اللي هو دلتا اكس وعندك الفيلوسيتي انلت فراح تقسم دلتا اكس على الفيلوسيتي انلت راح تطلع قيمه الدلتا تايم وايضا هي المعادله تقول اصغر او يساوي يعني كل ما تصغر كل ما افضل بس مو تصغر لدرجه مثلا اخر اسال مثلا هاي 0.002 اللي هو سكند يعني 2 بالالف من الثانيه هذا انا حاسبه وليس موضوع ارتباطي لكن مثلا جزء انا طالع عندي مثلا 0.003 فاخذتها 0.002 يعني اخذتها دائما تكون اصغر انتبهوا شباب دلتا تي اصغر او يساوي دلتا اكس على فيلوسيتي النت هاي ضروريه تنتبهوا لها ترى يطلع عندكم ايرور دايفرج يصير عندكم بسبب هاي الكيس هاي شغله الشغله الثانيه انت عندك الماكسيمم ايتريشن لكل تايم ستيب احنا عندنا التايم ستيب شنو التايم ستيب شنو الماكسيمم ايتريشن لكل تايم ستيب شباب بالطرق العدديه كنا نريد نحل مثلا طرق الاويلر رانش كوتا التايلر مثلا نبدي خلال هاي التايم ستيب ونمشي في خطوات نسوي جدول ونمشي خطوات مثلا في 10 خطوات يقول لك اشتغل لي 10 ايتريشنز اريد 5 ايتريشنز 6 ايتريشنز 10 ايتريشنز يطلب من يمنا بوكتها انه ايش قد الايتريشنز فهنا ايش دا اقول له كل تايم ستيب وحده 30 مره اشتغل لي محاولات والنوب ارجع بالعكس وهكذا وانه برجع بالعكس ارجع احسب ارجع احسب ارجع احسب الى انه اوصل الى الحل المثالي تمام يعني مثلا هسه هنا هذا اللي عندنا اذا اريد مثلا هنا نقول له كالكوليت بدي احسب لي انا هنا هسه بديت اريد اشتغل رنه اريد افهمكم شلون دا يشتغل عندي انا الدقه مالت الاكسلوريت ايش قد اختاريتها قبل شويه بالرسجوال اقبالكم اختاريتها 10 سالب 3 انا هنا هذا الرنة كاملة انا دا امشيها بس انا هذا التحليل كامل عندي ما عندي اي مشكلة انه الكونفيرج وعلى حسب الوصول وكله تمام عندي فانتبهوا هنا على اكثر من شغلة اول شيء الحل ايش يقول لك الحل از كونفيرج هاي دائما انتبهوا لها لازم الحل كونفيرج الشغلة الثانية هذا الريسيجوال نازل كلية طبعا يدي هو من صفر وانه بيصعد او ينزل حسب الكيسز
أنا كل هذا السجول واصل مرحلة وراء 4500 ايتريشن. يعني هنا مو ألف ظليت أمشي 4000 2000 2000 إلى وصلت هاي الايتريشنز. تمام؟ اتأكدت. إذا أول خطوة بالكونفيرج إنه هو أول شيء لازم الرسجوال هذا كل الشاشة يسموها الرسجوال. تدعى الرسجوال. الرسجوال يحتوي إلى كم لاين؟ يحتوي إلى هذين اللاينات اللي هي ماي كونتينيوتي X velocity, Y velocity, Z velocity, وال K والأوميجا والفوليوم of fraction water. إذا دخلنا إنرجي راح يطلع واحد مال إنرجي. شو الدخل بعد مثلاً تيربنس أو موديلات راح يدخل هنا عندنا. لكن هنا شو عندي؟ عندي فقط اللي هو المالتي فيسز اللي هو هذا continuity, وعندي التيربنس اللي هو مال نيفر ستوكس. تمام؟ هنا شيء كتالي هذا الشاشة مالتي. يعني أنا هاي الشاشة مالتي دا شيء دا يطلع مضبوط. زين هذا الايتريشنز ده يرجع كل ايتريشنز ويرجع بالعكس كل ايتريشنز ويرجع يسب. يعني يرجع ايتريشن واحد ايتريشن هالجيد ويسب ويرجع النوب كونفيرج والنوب يرجع بالعكس وهكذا. انتبه الشغلة الثانية هذا وصل نزل للأسفل نزل أقل من 10 وصل 3 تمام. هسه تقول لي أتوقف بالحل؟ أقول لك لا, أنت أول شغلة تأكدت أنه مو دايفرج كونفيرج خلاص. هاي اول طريقة انه تأكد. ثاني شيء كتب لك هنا انه الحل مالتك السوليوشن مالتك هو كونفيرج. هاي اثنين. هسه نجي نتأكد بعد منين انه الدقة نزلت جوا العشرة والسالب ثلاثة. يعني اول شيء تأكدت انه ينزل هذا المنحني وليس يصعد للأعلى. اذا صعد للأعلى يعني هو يبدي من الصفر. اذا صعد للأعلى ذا الدايفرج. رأسي انا اوقف الحل. رأسي انا اقول له ستوب وانتهى الموضوع. لكن اذا نزل للأسفل يعني الموضوع شبي الموضوع دايفرج الكونفيرج العفو. تمام؟ هاي الشغلة. الشغلة الثالثة أنا مين أتأكد أبدي النوبة تابع النتائج. يعني أروح على الريزلت اللي إن شاء الله بالحلقة اللاحقة إن شاء الله راح أكمل لكم البارت الثالث اللي هو مع الريزلت. النوبة تابع الريزلت. الريزلت شو أتابعها؟ أقارنها أقربها من الشغلات المنطقية. يعني مثلا فيلوسيتي انا مثلا عندي تصريف باوندري كونديشن وعندي مثلا بالاوتلت قلنا نحط الووتر ديف لكن نعرف الفيلوسيتي معدل الفيلوسيتي ايش قد. هاي وحده اتابعها عن طريق الفوليوم فراكشن. قلنا الفوليوم فراكشن يبدي بمتضخم لانه تغير مفاجئ بين المالتي فيسز والنوب بعد يوصل الى مرحله يكون رقيق جدا حتى يعزل ما بين الهواء والماء. تمام؟ يعني هاي جدا مهمه. اعتقد لهنا يعني كلش كافي هذا المقطع انه يشرح مال السكشن الخاص بالسوليوشن. الشغلات المهمه كلها حكيناها اللي هو الدقه مالتي انا تابعها عن طريق الريزجوال مونيتور والنوب الاوتو سيف مهمه الرانك كالكوليشن مهمه. وان شاء الله قلنا ورا ما اكمل هذن البارتات بقالنا بارت واحد ان شاء الله راح ابدي النوب اشرح بصوره دقيقه اكثر انه كل بارت مثلا هذا الجزء الجزئيه الخاصه بالرانك كالكوليشن راح ابدي اسوي له انه شرح تفصيلي للموضوع. راح ابدي اشرح شرح تفصيلي للموضوع بالاضافه الى انه راح اخلي مقاطع فيديو خاصه بكيسز اخرى واكزامبلز اخرى. اتمنى يكون كل شيء مهم ومفيد واتمنى استفاديتوا من هذه الحلقات وان شاء الله اكمل وياكم وأكون مستمر بخصوص الأنسز وأيضا بخصوص المقاطع الجزئية اللي تكون مهمة لكل جزئية مهمة داخل البرنامج واللي حثت عندي مشاكل ودرست عليها أكثر وأكثر وأكثر إلى أن وصلت إلى الحل مالته. أتمنى تكونوا بخير والموفقين للجميع أصدقائي الأعزاء.